وعلى هامش مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات الذي أقيم في مملكة البحرين، قام وفد من دول مجلس التعاون الخليجي المشارك في المؤتمر بزيارة إلى معرض صور تاريخ شرطة البحرين الذي تنظمه وزارة الداخلية في مجمع السيب بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين. وقد اطلع الوفد الخليجي على المعرض الذي سلط الضوء على أهم المراحل التي تحكي تاريخ شرطة البحرين وسجلها البارز في مجال حفظ الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة، بالإضافة إلى مراحل تطورها عبر الحقب الزمنية الممتدة، حيث تم عرض الوثائق والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية كالجوازات والرخص، بالإضافة إلى عرض للزي الرسمي للشرطة منذ تأسيسها. وقد عبر أعضاء الوفد الخليجي عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في إطلاق معرض صور تاريخ شرطة البحرين الذي يسهم في التعريف بالنجاحات والإنجازات التي حققتها شرطة البحرين العريقة، مؤكدين أن البحرين قد أثبتت أنها كانت متقدمة في المجال الأمني والشرطي منذ ذلك الوقت، وكانت شديدة الحرص بالاهتمام بتأمين سلامة شعبها ومنجزاتها. أتقدم جزيل الشكر لوزارة الداخلية على هذا الجهد وعلى المعرض المتميز بكل أمانة. يعني أنا طلعت على أشياء أول مرة أشوفها، إشارة صار لها من سنة 40، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، زين هم محتفظين في هالشغلات. إضافة إلى يعني وايد شدني موضوع الجناسي والجوازات القديمة من بدايتها إلى تسلسلها الزمني. هذا المعرض يعكس التاريخ العريق لقوة الشرطة في مملكة البحرين وبجميع قطاعاته. عجبت كثيرا في الحقيقة في سيارات الدفاع المدني اللي تم إطلاقها قبل عشرات السنين، واللي كانت يعني تعتبر من أفضل الممارسات يمكن على مستوى المنطقة، واللي كانت يعني تعكس مدى حرص القيادة في تلك الفترة على تأمين السلام لشعب مملكة البحرين الشقيقة. عجبت كذلك برخص القيادة للدراجات الهوائية، كانت في فترة قديمة جدا وكانت متقدمة دولة البحرين في تلك الفترة في ترخيص وتنظيم عمليات القيادة على الطرق. اليوم تشرفنا بزيارة المعرض الأمني، وصراحة شفنا أشياء يعني رجعتنا للماضي كثير، وعرفنا مدى الاهتمام منذ تأسيس مملكة البحرين في الجانب الأمني. لاحظنا أنه كانت من 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 أهم اهتماماتها اللي هو تأسيس الشرطة، وفهمنا من الزملاء هنا كثير من الأشياء اللي تحكي عن التطور اللي الحاصل في الجانب الأمني. جميع الأركان اللي أنا شفتها كلها صراحة جميلة، تعرفنا على ثقافة يعني قريبة جدا من الثقافة الأمنية في المملكة العربية السعودية، وسعدت بما شاهدته اليوم. في البداية أحب أهني شعب مملكة البحرين ووزارة الداخلية في المملكة على مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في البحرين. حقيقة أن المعرض حوي تاريخ عريق للشرطة البحرينية، أتمنى إن شاء الله تعالى أن تواصل هذا التاريخ وهذه الإنجازات إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحب أوجه رسالة للجمهور عامة بأن التعاون أو الاستمرار في الشراكة مع الأمن هو في مصلحة المجتمع. زرنا هذا المعرض اللي قام على بعد مرور 100 عام على إنشاء هذا الصرح الأمني الكبير. صراحة المعرض جدا رائع وندعو الجميع للمشاركة فيه. أول شيء بالتعرف على تاريخ إنشاء هذه الجهة الأمنية الكبيرة وزارة الداخلية، وبالتعرف على المراحل اللي مرت فيها. صراحة كان عرض مشوق من الضباط جزاهم الله خير. أكثر مكان شدني صراحة هو مكان النياشين، باعتباري كنت عسكري في السابق، والعسكري يفخر دائما بالنياشين والأوسمة. صراحة مجموعة من الأوسمة، مجموعة من النياشين، أتمنى كل واحد يسمع هذه الكلمات أن يزور هالمكان، يزور هالمعرض ويتعرف على تاريخ بلده أول، ويتعرف كذلك على الإنجازات الكبيرة اللي وصلت لها مملكة البحرين.